السلام عليكم، مرحبا بكم معايا. فيديو جديدة، حصة جديدة. إذا إن شاء الله غادي نكملوا على الصفحات اللي وصلنا في الكتاب ديال ميز ابرونتيساج اون فرونسي ديال المستوى الثالث. وعندنا وصلنا لاباج 62 يعني 62. نبداو على بركة الله. بسم الله. وكما كتلاحظوا دابا تمارين بدلين عاوتاني، لأنه هنا في هذا الكتاب كل مرحلة تيكون عندنا تمارين في الشكل. دابا عاوتاني دخلنا لواحد النوع اخر ديال التمارين، تقريبا نقدروا نصنفوهم انهم مراجعه ديال هادشي اللي قرينا كله. اذا نبداو. كولوري اون روج او تي اونتون اي تي فوا لو سون اي اي اون بلو او تي اونتون اي تي فوا لو سون اي. كما قلت لكم بالنسبه لهاد التمارين هادو فهما عباره على مراجعه ديال داكشي تقريبا اللي شفنا كله، كاع دوك الاصوات اللي شفنا هادو مراجعه ديالهم. شوفوا معايا مزيان، اللي كيكونوا مكتوبين بحال ما هكا بين هاد المعقوفات فهما اصوات صوت، ماشي حرف، ماشي هاد الحرف اللي مكتوب هنا اللي كنقلب عليه، لا، وانما الصوت. هذا شمن صوت كيعني؟ هات يعني الصوت اي. وشكون هما اللي تنقراو اي؟ هذا وهذا، حيت حتى ايكغيك ملي تيكون في الكلمه راه تنقراوه اي. يعني كاع فيما بان ليا شي سيلاب فيه اي ولا اي غادي نلونوه اون روج. شنو هو لو روج؟ بالاحمر. يعني غادي تجبد حداك دابا ملون احمر او بلو. بلو بلو هو الازرق، بلو هو الازرق. اذا غنحتاجو دابا ملون احمر وملون ازرق. ملون احمر غنلونو به الكلمات اللي فيهم اي و اي، هذه راه حتى هي اي. والازرق نحتاجو به الكلمات اللي فيهم هاد اي اللي هي هذه، يا اما اي 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 اللي شفنا فيها وحده من هادو غادي نلونها بلو. بلو بلو هو الازرق. يلا نبداو باي اللي فيهم هاد اي، هادي وهادي. بيجاما، بيسيكلات، شميني، روبيني. يلا اللي فيهم هادي ولا هادي، شكون هما؟ بي تخي بيان، انتوما غتلونوا، انا غير دورت عليها، انتوما غتلونوا، صافي انتوما غتلونوا هادي بالاحمر بلو غوج. كاينه بي، بي سي مي بي، هادو كلهم فيهم هاد اي وهادي، هادي وهادي. اذا غنلونهم بلو غوج بالاحمر. نمشي نشوفوا شكون اللي فيهم هاد اي، هادو يا اما هادي ولا هادي وحده من هادو. يلا زيد. جاما لا ما فيهاش. كلي اي فيها هادي، ها هي لونها بلو. بلو بلو هو الازرق. شوميني هادي حتى هي حيت فيها هادي، ها هي مزيان غادي نلونها بلو. بلو وني حتى هي غادي نلونها حيت فيها هادي، اذا حتى غادي نلونها بلو. بلو دوزو الاخرى. كولوري اون روج او تي اونتون اي تي فوا. هذا كي كيتقرا هذا شكون اللي عقل عليه؟ تقرا او تخي يعني هو هذا. اي اون بلو دائما كنستعملو دائما لو روج و لو بلو يعني الاحمر والازرق. تي اونتون او تي فوا اي اي، هما هاد الثلاثه هادو. يلا اللي بالاحمر اللي بالك فيها هاد او غنلونوها بلو روج، واللي بالك فيها وحده من هادو غادي نلونوها بلو. بلو يلا نقراو. فوغ مي، با لي، لي فغ، ا كا جو. يلا نبداو بعدا بأو. فين هما أو؟ لونهم بالأحمر بلو غوج. كاينة فوغ، كاينة جو، هادو هما اللي غنلونو بلو غوج مزيان حيت فيهم أو. واللي فيهم هادي إي 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 غنلونوها بلو. بلو بالأزرق. هادي مي لا بال، هادي مزيان حيت فيها اي لونوها بلو. بلو ليفغ مزيان حتى هادي حيت فيها هاد اي مزيان. اكا ما فيها والو، ما فيها حتى وحده. اذا هذا هو كما قلت لكم، هادو اللي دورت عليهم انا، نتوما غتلونوهم باللون ديالهم يا اما بالازرق ولا بالاحمر. نمروا للمرحله الثانيه، لي لي سيلاب اي لي مو. هنا فقط غادي نقرا، يلا تبعوا معايا. بي مي بو لي شي تي اون ميمي ان بو دو لي دو
Les. Une chèvre. La tête, un pyjama, un pyjama. Lis les mots et écris-les dans le tableau. Donc, on va dire qu'on va dire les mots, on va dire qu'on 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 carnet, le carnet. La sirène, la sirène. Les yeux. Un souper, un four, un képi. Le lys, un escabeau. Une caisse, un pou, la fête, un nez. Yalla, li fiha y nkesbouhom hnaya, شكون هما اللي فيهم y. Donc, il y a les yeux ou les هادي ou هادي هما نكتبو هنايا. يلا اللي فيهم هاد ايه نقدروا مثلا شي كلمه راه غنكتبوها هنا وهنا او لهنا وهنا نقدروا نكتبوها في جوج بلايص على حسب داكشي اللي مكتوب فيها. مثلا اي دونك عندنا كارني هذا كارني ها هي حيت فيها اي سوبي حيت فيها او ار ها هي نكتبوها هنايا كيبي ها هي فيها هاد اي ها هي نكتبوها هنايا اسكابو هاد اس او اس هادي ها هي نكتبوها حتى هنا اني لوني هو هذا حتى هو نكتبوه هنايا كلمات اللي فيهم او لي مو اللي فيهم او شنو عندنا عندنا هادي سوبي فور او بو عندنا 3 3 سوبي فور بو واللي فيهم هاد اي كاينه سيغان هادي حيت فيها هادي ها هي لا فيت اي ان كاس على حساب كل كلمه شنو فيها الحروف اللي بغينا لي ليتر اللي فيها ونكتبهم في الطابلو صافي هادشي هو بالنسبه للتمرين 5 فقط ديال ليكريتور ديال الخط غادي نكتبو فقط عندكم تما مكتوب وغادي تنقلوا منها وغادي تكتبوا نتمنى انه يكون واضح ومفهوم ومسموع دونك اوغوفوار نتلاقاو ان شاء الله في حصه جديده ان شاء الله مع السلامه اوغوفوار